بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلبة والطالبات، برحب بكم في المحاضرة الثانية من محاضرات مادة مقدمة الحاسبات الإلكترونية مع الباب الثاني في كتاب مكونات الحاسب الآلي. الباب ده لأنه باب كبير شوية، فهناخد الباب ده على محاضرتين، المحاضرة دي والمحاضرة اللي بعدها. احنا قبل كده قلنا ان الحاسب الالي عبارة عن تكامل اجهزة مع برامج، وقلنا ان في ثلاث مكونات اساسية لجميع الحاسبات، اللي هي وحدة الادخال ووحدة التشغيل ووحدة الاخراج. في الباب ده هنستعرض مع بعض المكونات الصلبة، بس المكونات الصلبة فقط، الهاردوير، اللي هي الاجهزة او المكونات اللي احنا بنشوفها، هنستعرضها في الباب التاني. الهدف من هذا الباب ان احنا نعرف ان في مكونات صلبة داخلية وفي مكونات صلبة خارجية. داخلية زي وحدة المعالجة المركزية السي بي يو، زي اللوحة الام المذر بورد، زي الذاكرة، زي القرص الصلب، زي وحدة التغذية الكهربية اللي هي الباور، زي المنافذ، زي القرص المرن اللي هو السي دي. دي مكونات صلبة داخلية. وفي مكونات صلبة خارجية زي لوحة المفاتيح عايزين نتعرف عليها، والفارة والطبعة والماسح الضوئي وكارت البلوتوث والشاشات. الحاجات دي زي ما اتفقنا هتتعرض على محاضرتين، المحاضرة ده هي والمحاضرة اللي بعدها. دلوقتي احنا بنتكلم عن اجزاء صلبة، يعني اجزاء انت ممكن تلمسها بايديك، ملموسة. هنتعرف كده على اول حاجة، وحدة المعالجة المركزية. دي بتبقى مسؤولة عن معالجة البيانات من حيث استقبالها، وبعدين تحليلها، وبعدين تخزينها، وبعدين ارسالها للشاشة او الطبعة او اي وسيط اخر، وبتسمى احيانا باسم المعالج. والمعالج ده فيه ثلاث وحدات فرعية: وحدة تحكم، وحدة حساب ومنطق، ووحدة تخزين. طب تعالوا كده نشوف الوحدات الفرعية اللي جوه دي بتعمل ايه. وحدة التحكم بتتحكم في مسار البيانات والمعلومات داخل الحاسب. وحدة الحساب والمنطق دي وظيفتها انها تعمل العمليات الرياضية والمنطقية. وحدة التخزين دي فيها مخزن مؤقت ومخزن اساسي. مخزن مؤقت بيخزن اثناء عملية التحليل، اثناء ما انت قاعد على الجهاز هو بيخزن، بمجرد ما تقفل الجهاز وتقوم المخزن ده يفضى. لكن في مخزن تاني، مخزن اساسي، ده بيستقبل بيانات وتعليمات من وحدة التحكم، وبعدين بيبعتها للحساب والمنطق، وبعدين ياخد منها بعد كده المعلومات والنتائج ويخزنها. والكلام ده بيتعمل ملايين المرات في الثانية الواحدة. الصلب التاني اللي هو، تعال نشوف المكون الصلب التاني اللي هو اللوحة الام، المذر بورد. المذر بورد ليها اسم تاني بيسموها اللوحة الرئيسية، ودي دوائر مركزية في نظام الكتروني معقد، وعادة بيتركب عليها الحاجات دي تركيب مباشر. في حاجات بتتركب عليها تركيب مباشر، وفي حاجات بتتصل بيها من خلال الوصلات. فالحاجات اللي هي بتبقى تركيب مباشر عاملة زي محطات الراديو كده، جاية متثبتة، زي المعالج البسيط انا بشبهها بالمحطات. ليه؟ عشان المحطات دي ثابته، ما تقدرش انت تغير محطه مكان محطه. ذاكره الوصول العشوائي اللي هي الرام، ذاكره القرايه بس اللي هي الروم. والرام والروم دول عليهم يعني كلام بعد كده. وفي اجزاء تانية بتتصل باللوحه الام زي عن طريق كابلات، زي الطابعات والشاشات بتاعت المراقبه. التانية اللي هي الرام، الاولانيه كانت اسمها الروم، التانية اسمها الرام. انا يكفيني بس تحفظ الثلاث حروف دول، الرام والروم، ما تحفظش الكلمات بتاعت راندوم اكسس ميموري. مش لازم تحفظ الكلمات الانجليزيه الكتيره دي، عشان لما هاجي اسالك اقول لك ايه الفرق بين الرام والروم تبقى واخد بالك. الرام دي بتبقى ذاكره مؤقته، لان المعلومات اللي عليها بيتم تفريغها بمجرد انقطاع التيار. بس الرام ده بيبقى مسؤول عن السرعه، وخلي بالك من الكلمه دي. هو لما تلاقي الجهاز بتاعك بطيء، فساعات بيبقى الرام ده من ضمن الحاجات اللي مبطئه الجهاز، يقول لك غير الرامات، زود سرعه الرامات، لان الرامات دي مسؤوله عن سرعه تنفيذ العمليات من خلال تنظيم عمليه مرور الملفات من القرص الصلب الى المعالج او العكس. يعني هي واقفه في النص،
زي الأشرجي ما بين القرص الصلب وما بين وحدة التشغيل والعكس. وسبب تسميتها بذاكرة الوصول العشوائي إن أنا ممكن أوصل لأي خلية جواها بشكل مباشر وليس تسلسلي، وكل خلية فيها ناتجة من تكامل حاجتين مع بعض، الترانزستور مع المكثف. تقاس الذاكرة دهيت ازاي؟ بتتقاس الذاكرة طبعا ساعة التخزين دي هي اللي بتفرق معانا واحنا بنشتري الأجهزة، وهي اللي كل الناس بتدور عليها دلوقتي عشان يقدر يحمل عليها أي ملفات كتيرة وما يقعش في مشكلة إن الإيه إن الذاكرة لا تكفي. فالساعة دي مرتبطة بالسعر. فدلوقتي أصغر وحدة لقياس الذاكرة اسمها البت، وكل 8 بت بتدي 1 بايت. هي الـ8 المفروض مكانها هنا في أول السطر، بس مع الكتابة نقلت في الآخر، مع النقل من الورد نقلت في الآخر، يبقى كل 8 بت بتدي بايت. ناخد بالنا بقى من التسلسل ده، كل 1024 بايت بتعادل 1 كيلو بايت، وكل 1024 كيلو بايت يعادل 1 ميجا بايت، وكل 1024 ميجا بايت بتساوي 1 جيجا بايت، وكل 1024 جيجا بايت تعادل 1 تيرا بايت، وكل 1024 تيرا بايت تعادل 1 بيتا بايت، وكل 1024 بيتا بايت تعادل 1 اكسا بايت، وكل 1024 اكسا بايت تعادل 1 زيتا بايت، وكل 1024 زيتا بايت بتعادل 1 بوتا بايت. الحاجات دي يعني نتيجة ايه؟ احتياجات المستخدمين. يعني انت بتيجي تخزن حاجات بتلاقي ايه؟ بتلاقي انت محتاج ذاكرة كبيرة عشان تحط عليها ملفات، الملفات الضخمة. فعلشان كده ظهرت ايه التوسعات ديت بالتدريج. كل ده ما ايه ما اتعملش مرة واحدة، ده الاول كانت الساعة بتقاس بالجيجا وبعد كده الموضوع اتطور وهكذا. بالنسبة في ملحوظة مهمة على موضوع الذاكرة ده، ان في ذاكرة بتبقى مستخبية اسمها الذاكرة الخبئة. الذاكرة الخبئة دي المعالج اللي هو وحدة التشغيل اللي هو سي بي يو بيستخدمها في تخزين بعض البيانات الخاصة والمتكرر استخدامها حتى يسهل الرجوع اليها بسرعة فائقة، وتلعب هذه الذاكرة دور الوسيط بين اخر مكون هناخده في المحاضرة ديت من المكونات الصلبة الداخلية اللي هو الهارد الاتش دي. ده يعتبر وحدة التخزين الرئيسية في الحاسب، وهو يتكون من اقراص ممغنطة. ده عبارة عن اقراص ممغنطة وفي لاقط كهرومغناطيسي زي ايه؟ زي رأس كده بتروح تقرأ وتكتب على السطح الممغنط. ومن اهم خصائصه اللي بتميز قرص عن التاني سعة التخزين وسرعة الدوران. دول بيفرقوا وبيميزوا الاقراص عن بعضها سواء في الامكانيات او في الاسعار. تعال نشوف جوه القرص الصلب ايه اللي بيحصل. القرص الصلب فيه اجزاء ميكانيكية، ودي عبارة عن اقراص تخزينية ممغنطة ورؤوس قراءة وكتابة وذراع يحمل الرؤوس وموتور لتدوير الاقراص التخزينية. وفي اجزاء تاني الكترونية، ودي بتشمل لوحة الكترونية موجودة اسفل القرص الصلب بتتحكم في عملية القراية والكتابة.